اللهم صل وسلم على رسول الله. يا بسم الله، توكلنا على الله. غادي نوريكم ان شاء الله النعاج اللي ولدوا هذا الصباح هذا. صوبي الرجل، صوبي صوبي موي بيان، صوبي الركو. ها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للإخوان والأخوات متتبعين قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. كيف ما كتشوفوا هذه النعجة هذه سبحان الله العظيم، ولدات جوج وراها غتولد واحد اخر. النعجة مني كتطلق هذيك النبولة، هذيك النبولة كنسميوها حنا هنايا بالإسبانية اواس، كيف ما كنقولوا سيارة اواس راه باغا تولد، وكنقولوا لها بالعربية ديالنا حنا النبولة. دابا راه ولدات جوج سبحان الله العظيم وباغا تولد واحد اخر، هي ثلاثة. البارح مني كدير المباشر خلى لي واحد الاخ واحد الكومنتاريو قال لي واش هذوك النعاج كلهم كيولدوا جوج، 25 نعجة واش كلها ولدات جوج؟ كلهم ولدوا جوج هذوك ديال البارح. اللي نقولوا حنايا عزلنا واحد 250 نعجة هنايا، تكون واحد 210 ولا 220 كلها كتولد جوج، الا واحد 10 ولا 15. دابا هذه هي ولدت واحد وراه هي بغات تولد واحد اخر عاوتاني. راه هو جاي مخرج رجيلاتو كما كتشوفوا فيه، هو جاي مخرج رجليه. هذاك راه ولداتو، راه هو سير كيرضى على حساتو، راه هو وقف وراه هي بغات تولد واحد اخر عاوتاني سبحان الله العظيم. هاد النعاج هادو، هاد السلالة هادي كلها كتولد جوج ما شاء الله عليها سبحان الله العظيم. دابا راه سيرة كتنقف ولدها، وهادي راها نقاتهم بجوج وراها غادي تولد واحد اخر ان شاء الله بحول الله. ونمشي نوريكم واحد اخر عاوتاني، راهما بداو كيقلالوا النعاج. هذا راه والده امو، راه فينا هي غتكون الدور هنايا، ها هي فينا هي. ذراعها كبير، ولدات واحد كامل وواحد ولداتو بحال ما كاملش صغير، ولدات واحد كامل محسن كله كامل، وولدات واحد مازال ما كاملش ولكن حتى هو وقف. المهم بصحة جيدة الحمد لله سبحان الله العظيم، وديناتو كحلين وعويناتو وراسو تا هو كحل ورجليه سبحان الله العظيم. أمو رجليها كحلين من اللور، ولكن عندها نيت سبحان الله العظيم، عندها تا هي فمها كحل بحالها بحال ولدها ما شاء الله. ونوريكم وحدة أخرى، ها هي عاوتاني ولدات واحد، ها هي سيرة مسكينة كتنقي فيه ومازال غادي تولد واحد اخر ولا جوج. كيف ما كتشوفوا الكرش ديالها راه باقا مدليه، غيكون غتكون باقي عندها واحد في كرشها ولا جوج، ما نقدرش نعرف انايا حيت ما كنبغيش نقلبها حيت سيره كتولد، كنخليها حتى تكمل الولاده ديالها على خاطرها، ولكن كنرد لها البال الا ما قدراتش تولد نولدها انا. ولكن النعجه ان فوا تولد لكم الاول راه واخا تكون باقي في كرشها جوج ولا واحد راه غتولدوا الدنيا هانيه، الواعر هو الاول. نمشي نزيد نشوف ان شاء الله الا كاينه شي وحده اخرى باغا تولد. واخا هذا راه دابا يرجع عند امو ماشي مشكل، ها هي واحد الوحده اخرى عاوتاني هنا والده. هذه صافي راها ولدات كملات سالات، هذيك سالات راها طيحات هذيك كيما نقولوا هذيك البارية السله ديالها راها طيحات وكل شيء. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. صافي هادو هما اللي غيولدوا هاد الساعه هادي، راهما باقين سايرين كيولدوا ما شاء الله. وتحياتي لكم، والنعاج اللي ولدوا البارح راهما هادو، راهما هاي النعاج اللي ولدوا البارح هما هادو، راه ولادهم كبروا شويه يا تبارك الله، راهما تحسنوا وقفوا. هادو راه ولدوا البارح، خير موجود الحمد لله ما شاء الله. ها هي مسكينه نسات عاوتاني بغات تولد، راه باغا تولد. دابا غادي نخليها باش تولد على خاطرها، ولدات واحد وتزيد تولد واحد اخر.
سمعتوا الكلبة راه كتنبح ما شافتنيش. كتنبح سمعتوها؟ كتصحابني ماشي انا. ايه كي باسا غوابا هنا كيبين راني غنسميها الرينا ملكة، غنسميها رينا. صافي الناس قالوا لي سمي روسا سمي شلة سميات، ولكن انا طاحت عليا السمية في هذا الصباح هذا. ان شاء الله غادي نسميها رينا. اصلا جات مع هذه السمية اللي تاع رينا بينا قرينا بين توما انا قوابا بين توما انا قرينا بين توما انا قرينا بين توما. كي باشا كي باشا لوكا مالك ما شتينيش؟ كتصحابي شي واحد جاي داخل الغريب. اه انا يا باشا اش كاين؟ ها توي يا باشا ها صافي راه بدلت لك السميه من اليوم فصاعدا رينا. رينا هي الملكه بالعربيه الرينا. الخرفان تبارك الله راهم سمانو سمانو ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا هادو هما الضارات اللي كاينين الفوق. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نجمع معاهم هادوك الضارات الاخرين باش يبقاو يولدوا ليا هما هنايا، يولدوا في هاد الكوري هذا. نفهمكم السيستيم ان شاء الله ديال الولاده كيفاش داير. دابا كياكلوا هنايا ويولدوا ليا هنا في هاد الكوري هذا على حساب اتساع موجود هنايا والحمد لله. دابا كيما يولدوا اللي ولدات غادي ندخلها انا هنايا، ندخلها مع هادو، نخليهم هنايا 3 ايام وندفعهم للجهه الاخرى. نوريكم فين ان شاء الله باش تفهموا. على حساب النعاج مني كيكونوا بزاف خاصك دير لهم واحد السيستيم في شكل. هذه هي المرحله الثانيه ديال الولاده. المرحله الاولى هي فين كاينين النعاج الضارات كيولدوا تمايا، والمرحله الثانيه كندخلهم هنايا كنجمعهم مني كيكونوا والدين كندخلهم هنايا يبقاو مع اولادهم 3 ايام ولا يومين. المرحله الثالثه كيدخلوا هنايا كنبقى نجمع 30 ولا 40. نوريكم ان شاء الله المرحله الاخيره مني كنبدا نجمع فيهم كاملين. كنولي نخلط بزاف ديال النعاج والدين، نخلط 60 70 80 100. هذه هي المرحلة الأخرى. صافي كنجمع ونطلق هنايا حتى كنجمع 80 100 ونهبطهم لتحت الكوري التحتاني إن شاء الله. دابا هادو غادي نهبطهم الكوري التحتاني، احنا غادي نحاولوا نخرجوهم من هنايا ونديهم الكوري التحتاني إن شاء الله بحول الله. نتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا السيستيم ديال الولادة. مني كتكون عندكم الولادة بزاف ما بين 500 و600 راس كتولد خاصها تكون مفرقة، إلا ما فرقتهاش غادي تغلب عليك وما تعيش لا خرفان لا والو، غيبقاو النعاج يتضاربوا على 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 بعضياتهم. ودابا هاهي الغلم اللي باغا تولد كاملة، هادي دروكا راه كلها ضارة هادي، كاينة هنايا شي 500 ولا 460 غادي تولد إن شاء الله كاملة هنايا تبارك الله ما شاء الله كلها تقادت مع ريحات في الكوري. هاد الغلم دابا كلها غتولد هنايا ان شاء الله. دابا انا في الصباح كنجي اللي لقيتها والده كنهزها هي وولدها وكندخلها هنايا. سبحان الله العظيم الخير وصافي الخير ما شاء الله. دابا كنجي انا في الصباح كنبقى نلقط في الوالده. شحال من عندها ديال شحال عندها من باكيتي ديال العلف؟ عندها دابا واحد هنايا وعندها جوج ليه
غادي نزيدها انا واحد ان شاء الله هنايا نكمل ليها اربعه. ها هو الرويو زيد اموس بين اكي يلا بين اكي بين بين اكي عندها فويرا بين اكي عندها فويرا عندها فويرا خرج برا تيرا